إلى رفيف الآن وآخر أخبار الطقس إليك يا رفيف. مساء الخير طالب. شكرا لك. أحييكم مشاهدينا مباشرة من العربية، ويبدو أن الأجواء المناخية جاهزة لاستقبال فصل الشتاء من الآن مع موجة الأمطار التي تجتاح دولا عربية مختلفة. سأبدأ من المغرب، حيث هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة تشكلت معها السيول في بعض الشوارع، منها هذا الشارع الذي نراه في هذا الفيديو والذي نشر على مواقع إلكترونية مختلفة، يظهر لحظة إنقاذ امرأة كادت مياه السيول الجارفة أن تودي بحياتها لولا أنه تم إنقاذها من قبل المارة، وهو ما نحذر منه دائما، نحذر الاقتراب من مجاري المياه عند هطول الأمطار، طبعا حفاظا على سلامتكم وعلى أرواحكم. وإلى السعودية، وتوقعات بهطول المزيد من الأمطار الرعدية على جازان وعسير والباحة وصولا إلى مرتفعات مكة المكرمة والطائف، وتتفاوت غزارات الأمطار من منطقة إلى أخرى، قد تكون خفيفة وقد تكون غزيرة جدا تتشكل معها السيول، لذلك يرجى الحذر منها واتباع إرشادات السلامة والتأكد من تجنب النزول إلى الأودية أو إلى تجمع المياه. ويصاحب هذه الموجة الماطرة نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة، وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 38 كيلومترا في الساعة، يرتفع معها الموج من متر إلى متر ونصف، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية كما تلاحظون أمامي، وتنشط هذه الرياح على المسطحات المائية قبالة السواحل العمانية، هنا قد تشكل خطرا على حركة الملاحة البحرية في الساعات القادمة. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة، عودة من جديد مباشرة إلى ميسون وطالب.